ترأس صباح اليوم مندوب الحكومة لدى بلدية أنجمين الدق يعقوبة مناسبة قرص الأشجار بساحة مدرسة الدقيل شرق بالدائرة الثامنة، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة دولة 2017. تقرير زميل محمد حسن آدم. مواصلة لفعاليات الأسبوع الوطني للشجرة دورة العام 2017، جاءت مناسبة غرس عدد من الشطلات بابتدائية الدقيل شرق بالدائرة الثامنة، حيث ترأس المناسبة مندوب الحكومة لدى بلدية أنجمينا الدقو يعقوبة، وبحضور أمد الدوائر العشرة بأنجمينا إلى جانب السلطات الإدارية والعسكرية. ابتدأت المناسبة بكلمة ترحيبية من قبل مندوب التنمية الريفية لمدينة أنجمينا الدكتور آدم يوسف واشوم، وتلته كلمة مندوب الحكومة لدى بلدية أنجمينا الدقو يعقوبة، الذي أشار إلى أهمية هذه البادرة في تعزيز سياسة الحكومة الرامية إلى مكافحة الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية، كما طلب من الإداريين وأساتذة المدرسة الحفاظ على هذه الشتلات والعناية بها. وأن أهمية هذه المناسبة تحدثت عمدة الدائرة الثامنة. مبسوطين بالآلة مجولين بالكترة في حضور هنا الجوفرنير يحضروا المجنين هنا الشدرة. هذه ما تيرا بشدرة يعني حياتها صعبة. وشكرت الناس يعني القومين الدليجي الشيف دي كريم بوفو بيتولم في مجنين الشدرة. هذا وفي نفس السياق، فقد تم غرس عدد من الشتلات بمقر مندوبية الحكومة لدى بلدية أنجمينا من قبل أمد الدوائر والإداريين.